مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا، انما كنتم حلقه جديده من برنامج ايام الناس ومن حديقه الامه اللي تجمع الامه. راح نشوف الناس وايضا نشوف هواي من المواضيع ومن ضمنها اصحاب المحتوى الهابط. ذولا اصحاب المحتوى الهابط بعد ما تصدروا المشهد سابقا وبالوقت الحالي، اكيد يعني اكو من دعمهم، واللي دعمهم هو ذوق المجتمع الهابط. صدروا المشهد، اصبحوا قضيه راي عام، ودخلت الحكومه ودخلت المؤسسات الحكوميه من اجل وضع حد لهذا الموضوع. بنفس الوقت اكو هنا بحديقه الامه عوائل وشباب واطفال حالتهم المعيشيه هابطه، مستواهم المادي هابط، مستواهم الثقافي هابط بسبب الحياه المعيشيه ومتطلباتها اللي جبرتهم يعوفون مدارسهم ويعوفون ايضا تطوير امكانياتهم ومهاراتهم. فبالتالي ذول الناس اللي بهذا الوضع اللي ملتهين بحياتهم، اللي ما لهم لا رعايه، ماكو فرص عمل، بعض المؤسسات والشركات اللي يشتغلون بها واللي يعملون بها ما جاي تنطيهم اللي يكفيهم، ذول الناس راح يصير لهم حل؟ ذول الناس قصصهم ووضعهم ومشاهدهم ومأساتهم راح تتصدر المشهد وتوصل للحكومة وتوصل رأي، تصير قضية رأي عام حتى ممكن نعالج وضعهم؟ راح نشوف. خليك كونك تجي وشوف حالي دوهن بعدك على الليالي. شلونك حمودي؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ زين زين الحمد لله. شلون شغلك؟ الحمد لله زين. الامور كلها زينه انت عندك؟ زين الحمد لله. من حديقه الامه؟ ايه. شلون هالامه هنا؟ زين الحمد لله. الناس شلونهم؟ زينين. هم شويه ما محافظين على المكان و ايه. والله الناس احنا ننظف ما يوصلون. يعني يوميه نفس يوميه الوساخه ايه. نفس الانقاء بس الناس مو كلهم سوي. ها والله تبي منظفين؟ لا ننظف ويشمر. ننظف ننظف البكان، يسوي خبر يجي يشمر. يجي يشمر زين. مثلا ما وعيتوهم ما يشوفونكم؟ لا يشوفونه ويغسل. ليش يغسل؟ العناد. ها والله النافه هي شوف نظيف يجي يشمر يطلع لي. يعني قدامك قدامك يشمر ويروح. طالع تحكي اقول لك انا اسف. بعد ايش الاساس؟ والله ما زين. حمود السؤال جو. انت مع او ضد المحتوى الهابط؟ لا ضد. هسه ذول اللي جاي يسوون ذول هم ذوقهم هابط، مو شرط انهم محتواهم مو شنو كان محتواهم بس رقص. لا احكي عن الناس هاي اللي يعني معقوله هسه جاي يشوف سلات تكرم مال زبل، اماكن مخصصه صحيح، يعني ما يقدر شغلك، ما يقدر جهدك، شاب انت وحلو وعيونك تصفر. صف صف الحاوي يجي يشمره ويطلع قبل. ها والله ليش؟ تربيه ما عنده. المفروض شو تقول له؟ تقول له انت وبالمحتوى الهابط نفس الشيء. اي أيوة والله صح. ها والله صح. اتفق وياي؟ اتفق وياي. شلون صحيح؟ صحيح هاي عم يذبه انا. ايه. قلت لا انا اسف يشيله يلا يرجع مره ثانيه يلا يذبه. هذا خير شيء. تدري ايش تسوي له؟ يعني هم اكو تكررت عندك حاله نفس الشخص يوميا؟ لا لا. ها بس اكو لا يجون مره مرتين تحكي قلت لك انا اسف مره مرتين. انت شوي اسف مره مرتين ولك؟ بالرابعه وبالخامسه. كتله. لا هم هو شيء تخلي بال اخلي بالحاويه بالحاويه حتى يتوب بعد بعيد. زين الشركه انتم اهليه لو موظفين على البلديه؟ لا اهليه شركه. زين راتبكم 350 بالشهر؟ ايش وقت تسوق الدوام؟ من 12 لل 7 12 الظهر؟ اي لل 7 بالليل. 7 بالليل و 350 ويوميا؟ شنو؟ يوميا دوام. ما عندكم اوف؟ لا مرات عندنا. وبس بهذا المكان؟ ايه بس على حديقه الامه. كم واحد تقريبا انتم؟ 9. 9 على عاتقكم هذا المكان؟ لا لا طشروا واحد هنا طالع على الشارع. زين واحد من الصوره. واحد من الصوره؟ اي ننظف. نعم الحديقه كلها ننظفها. ايش صار لك بالشركه؟ صار لي 20 يوم. 20 يوم. 20 يوم؟ زين 20 يوم. تعرف اكو فد قضيه بالشركات خصوصا هاي الاهليه انه لازم تدفع لكم ضمان اجتماعي حتى مستقبلا اذا تبقى 20 سنه او 15 سنه بهاي المهنه يكون لك تقاعد. جاي يتعاملون وياكم هاي الشركه بهذا الموضوع ولا لا؟ ليش؟ بعد ما وصلنا.
ما قال لنا بعد. ما قال لكم بعد؟ زين ليش ما تطوفون انتم عليهم الموضوع؟ شو نطلع؟ تضمن حقك؟ بعد مو هسه. لو انت مفكر انه هاي مو مهنتك ما راح تستمر بها مدى الحياة بقدر ما انه محطة معتبرها فترة وتنتقل لغيرها. ان شاء الله. مو؟ ان شاء الله. ايش مفكر هسه؟ غير اعرف؟ مفكر. ها. زين حمودي ارجع وياك على المحتوى الهابط. ايه. ليش برايك ذولا طاشين وواصلين للمجتمع؟ تخلل بيهم لو بالمجتمع؟ لا بالمجتمع. يعني شوفوا يرقصوا هاي خذ الوايس وطالايك على الاقلي اجا غيره سوى نفس الشيء. ها. قال. اذا انا سوى منو الهابط؟ هو لو ذوق المجتمع. اثنيناتهم. حلو. اثنيناتهم؟ هابطين. مو؟ زين. هم ذول كانوا يفترض شو يسوون يعني حتى ما يكونون هذا الذوق هابط؟ ليش قاموا يسوون هاي المحتوى الهابط؟ ناس رغبته؟ ايه. ناس حبته؟ ايه حبته. اه اذا هو الخلل بالمجتمع. بالمجتمع. مو بال. لا بالمجتمع. هاي من وجهة نظرك. ايه. هاي الحقيقة يعني. لا من وجهة نظرتك. وجهة نظرك أنت لو مثلا من تقعد ويا زملائك أصدقائك تسولفون بهذا الموضوع هم نفس الرأي. ايه نفس الرأي. نفس الرأي. ايه. شو يقولون؟ محتواهم فاشل. والناس تساعدهم. الناس تساعدهم. ايه. حلو محتواهم فاشل. والناس تساعدهم. الناس تساعدهم إذا العملية مشتركة. ايه. الله الله. الله الله على الشباب. الله السلام عليكم عمو. دواك الله. دوا حيل. شلون اخبارك؟ نعم. عساك يا رب ودوم بنعم. ايش هذا؟ اليوم هنا في حديقة الأمة. أنا؟ جاي الصيف. جاي الصيف هنا. بعد وقت حديقة. لا حسام. قماصير ولابس هاي في الصيف. اه شوف بس هاي. بس هاي وجواها واحد. لا شوف فانيلة. هاي عليها الاعتماد هاي الحديقة. شلون عليها؟ عليها الاعتماد. هاي البشريتها كلها بيها. والله تعرف تاريخ هاي هذا المكان لو ما تعرف؟ تعرف من بنى تمثال الأمة؟ لا راح نطيق بس ايه الملك فيصل الثاني يعني للملوكية هي موجودة التمثال ملك فيصل أو ملك غازي؟ ملك فيصل فيصل الأول ولا غازي ولا فيصل الثاني فيصل الثاني بنى هذا التمثال معلومة لي؟ لا ما عندي. صار لك ساعة سولف لحد الحين. المكان. بس لو تقول لي اشتعش جيت وجيت اقول لك ما اعرف. اذا خلينا نشوف الاخوة هنا. السلام عليكم. شلونك يا اخي؟ شخبارك؟ زين ان شاء الله. احنا سولفنا ويا محمد. طبيعة شغلكم الموجود. ما شاء الله الشباب كلها حلوين هنا. تعال تعال بالقهوة تعال نسولف شلونك؟ والله الحمد لله خير. شنو هنا حديقة الأمة بس تدعي والخضر يجي؟ بس حلوين. بس الحلوين. اي والله. شغلكم وشلونك؟ ناس تعبتكم؟ هي لازم الناس بكل مكان اكو ناس تعب. لا ما وعدت هاي الناس اللي موجودين هنا. لا لا مو احنا ما نخبط. اكو اكو ناس يحترم المكان. الجيجاره يشربها يخليها بمكانها. اكو لا اشمر. عادي. زين. وهاي متكرره؟ مستمر مستمر 24 ساعه. هسه والله القطف ما خالد بس اكو هو جيجار هو قطف جلاس بطل. هاي ياكل هنا. هي عادي يعبر لا تطلع. طبيعي عنده كلش عادي كلش عادي. يعني تعاجز يشيل الوصيمة هنا. الوصيمة قوم من تاكلون شيل الاكل وراكم. بس ماكو ما تفيد. لا والله الاغلبيه يعني القله اللي يستمع لك ويفتح الاغلبيه لا شو اسمك؟ عافا وراح فاضل التميمي. فاضل التميمي فاضل انت المفروض فاضل يقول فاضل يقول خلي فاضل انت المفروض ما تصب لهم بالسفر تصب لهم بهذا حتى ما صح؟ اي صح صلوات على محمد المفروض ذول حنحاربهم لان بالسفر ما لي معينه فاضل بس الناس هسه ما تتقبل هذا القزام هذا السفر عندي مو صحيح؟ اي بعد كورونا اي بس انا اختار اشيل وراه اختار نشيل وراه انا سالت محمد سؤال وارد اشوفك وياكم تمام المحتوى الهابط ليش هابط؟ هو جاوب انت ولا جاوب انا؟ لا خلينا نعرف ليش هابط هو؟ هو اول شيء هو هابط يعني هو من هبط هابط يعني المحتوى. هابط محتوى بس صاعد بيمن صاعد المشاهدات بالناس لا هي ناس صاعد المشاهدات هي مشوف المشاهدات اذا انت وانا وغيري اكو مثلا يصير مثل الاعجاب اكو عدم اعجاب زين اعجاب اكو اي اكو لايك واكو ديسلايك اذا اكو عدم اعجاب ما يعجبنا هذا الشيء انا حاربه وانت تحاربه وانا حارب وذا غيري حاربه المفروض زين. هذا الشيء يكون قبل هذا هسه الحمله صارت يكون من زمان مو هسه هو الخلل بينا خلل بينا احنا ها هو شوف مع احترام مع احترامات لك هسه انا مو زين انا مو زين انت كمثال احنا نقول اذا انا مو زين اذا انتم صفقوا لي هو انا كيف انت صفق لي وراك صفق لي اشوف انا فرحان بيه صفق لك يا ابو صفق لي صفقوا له صفقوا له ما خايف خلنا نصفق صفقنا كم اي مو انا المشكله قلت لك الناس اذا صفق هذا يصفق وذاك يصفق هذا يشوف روحه انه هو على صح
والله. زين. وعلى هذا الاساس انبنت. يقدمون وبداوا يتوسعون. اي احنا عندنا جيال، اكو اجيال صغار بعمره 15 سنه 16 سنه. يعرف؟ هذا ما يفتهم شنو السالفه، يشوف هذا صاعد. صح. يجي صعده. يجي صعده. يجي صعده ما يعرف شنو السالفه. اذا هسه مو بالمجتمع. بالاطفال اللي جاي شايف. لا الكل. لا الكل. كل لك هذا 15 16 قصدان شغل عفوا يعني عذر انه من الاطفال هم ضمن المجتمع لكن اقول انه الاطفال دي بدون وعي ما بعده ما مكتمل ما متابعين لا عف 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 الاهل عف الاهل هو هذا 15 بعده ما مكتمل بدايه شباب بدايه مراهقته هذا يشوف هذا صاعد يشوف هذا اذا كانوا جوا اربعه 14 سنه قالوا اقول لك هنا يجون المشهورين هو من المشهور مش بس ما احترم بس التافه ما احترم قله زين من الاكثر هسه؟ صاحب المحتوى الزين؟ لا لو صاحب المحتوى لا مو زين مو زين الزينين 4% تقريبا يجون هاي شنو؟ اي والله خلينا نكون واقعيين 99% يعني تعطيني منه هسه الزين هسه انا ما ادري اعطيني الزين احنا هاي الظاهره هاي الظاهره ظاهره هذا المحتوى ممكن شلون نحد منها؟ ما هو سيدي فلان والسيدي فلان وقلت لك اول شيء محسوب على محمد ومحسوب على مجتمع قبلي عشائري ومحسوب على قرض مكفول ايضا هي في خير يردوا عليه لا قرض مكفول ما عنده مشكله لا مو وياك يعني ماكو انه غايب اي ما عندي زين اتمنى اكتب فدوا قلبك جميع ان شاء الله يا حبيبي حلو تخبط فاضل يقول فاضل يقول فاضل ايش يقول فاضل؟ والله شنو يقول؟ ايش يقول على هذا الكلام؟ والله يا اخي طبعا احنا اول شيء نشكر قناه الايام على هالمبادره الجميله وطبعا نشكر حضرتك على العمل اللي قمت به صح هو عمل بس احنا نقول هاي تحية طيبة لك بس احنا نرجع نشكر عمليات بغداد وزارة الداخلية عامة وفريق اللواء سعد معا على حملة تبلغ على هاي الظاهرة اللي انتشرت بالآونة الأخيرة ظاهرة المحتوى الهابط طبعا احنا كمجتمع عراقي ما عندنا هيك سلوكيات ولا عندنا ولا تربينا على شيء ما تليق بعاداتنا وتقاليدنا ولا تليق بينا اصلا احنا شعب حضاري شعب معروف شعب صاحب خبرة بكل شيء صاحب تاريخ صاحب ارض صاحب كلمه صاحب مال صاحب كل شيء بس يقللون من مستوى الشعب العراقي بهالتفاهات اللي يطلعوها ويعتبروها انه هم هذا شيء عالي بس هم ما يدرون انهم صاروا اسفل السافلين يعني كان قبل هسه نحكي كان قبل المشهور اذا اجى هنا العالم كله تصور وياه هسه المشهور اذا طلع كله تبلغ عليه صار اسفل السافلين يعني حتى صار لا قصدك مو صار اصحاب المحتوى المحتوى الهادف المشهورين اللي تقصدهم؟ اي لا اذا جهنا شخص مثلا صاحب لا حبيبي انا اقصد على المحتوى الهابط كانوا يعني يجون صور وياهم؟ كانوا يجون هنا ياخذون صور وياهم اذا العله وين؟ هنا السؤال العله بالجمهور العله بالجمهور يا حبيبي اليوم الشعب العراقي يا اللي يجي صفق له يا اللي يجي طالعك يا اللي يجي علق له يا اللي يجي قال له استمر انت تعرف شنو محتوى؟ انا دا احكي لك ممثل ممثل اي مسلسلات انا دا اشارك مسلسلات فيها وجوال شكرتي مقداد عبد الرضا واسيا كمال الحمد لله هاي بدايتنا الحمد لله لا صورت تيك توك ولا صورت يوتيوب ليش ما وصلت لهاي المنصات ما وصلت لهن انا ملتي هسه حاليا بشغلي اليوتيوبر والتيك توك هذا يرادني شخص غير متاح للعمل يعني اختصار يعني شخص باختصار وبعدين التيك توك صار هسه شيء غير لائق من قبل ذولا والله انا مع الغاء التيك توك اصلا من العراق والله انا هذا مش كلمات بسيطه صعدت فيها وقاموا يسوون محتوى هابط اكثر بعد بسبب من سيبت هاي الكلمات زين بعيدا عن هذا احنا نطلب من اللواء سعد معا انه بس مو بس المحتوى الهابط لا اكو العاب هسه دطش مثلا عندك لودو معروفه دائما هاي بالتليفون معروفه كدوليا عالميه كليتها والله ما اعرف اي بيها محتوى هابط اكثر من التيك توك هاي يحتاج حظر اصلا لا لا اكو قوانين يخلونها بيها وايضا اسد يعني يبلغون عليهم على ذول المحتوى الهابط ما محتوى هابط زين انت افتر على النوادي الليليه زين ها كل هنا مناطق سكنيه تبدا تفتح نادي ليلي هذا الطفل هسه يقول لك راح يروح المدرسه لا حبيبي شو يقول لك خلي الاشياء مثلا خصوصية اكو اشياء خصوصية ما يصير تطلع بس اكو اشياء لازم فيها تراعي الذوق العام انت من تطلع انت من تطلع امام الكاميرا هسه انا كل كلمة محاسبين عليها الناس زين اجي الطفل يتابع الكبير يتابع الصغير يعني وصل اي مكان هذا رأي عام هذا رأي عام قصدك اي فالقضية ابو ناس هاي الحديقة راح يفتحون زين يعني مقابلها شنو جوامع؟
لا سير بالليل راح تفتح، بالليل راح تفتح، خلي يسدون بعض من عندهم. ما راح يصير مكان عالي مستحيل. هذا انا هناك افتر تصير بالستة خمسة ونص العوائل كلها تطلع، ما تبقى بالحديقه كلها تطلع. جنس حديقه الام هنا شلون جاي تشوفها بما انه والله كبدايه العوائل والله كلها محترمين، بس لا قصدي يعني مستوى حديقه الام لائقه بالعائله العراقيه هاي الفتره طبعا. ها. يعني كانت عليها نظره سيئه بس الحمد لله كلها تجي وكل دول العالم تجي هنا. انا من اول ما فتحت ولهذا يوم كان هنا صحيح. اي هواي هواي تعال الصبح وشوف للجميع ان شاء الله. فاضل يقول فاضل يقول كل شيء ما يقول يلا تمام. اهلا شلونك حبيبي؟ يا مرحبا شلون عافيك؟ شلون زين؟ ان بالامانه هنا انت بالامانه هنا. اي والله وتعبانين. ايش فيك؟ امي 10 امي 10 يومي 10 اي زين. وبلي جاراني بلي جار وما عدني زين. اروح مشي وجي مشي البيت. هاي انا هاي حياتي. هاي حياتك اي زين. شو تريد من حياتك؟ شو تصير؟ شو انا ما اشي لا ايد بيت ولا ايد عمارات ولا ايد ايد الفوني شغله زينه. انا قولك شغله زينه اي بس جاي تشتغل انت. ها يعني العشر وين اعوفه؟ هو اف وجاي اف ومشي اروح مات ما عدي. والولد يعرفون هذا ولد هنا ما عده هلا بالشيشان. هذا ولد حسون هسه الاجه ما عده حيل. وتجي من الظهر اي ترجع بالسبعه بالليل. اي والله ها لا انا لا انا احس احس بالفير. انا فير وحلول. هذا ولد اياد هلا بالباويه ما عده حيل ما وعده والاثنين مره مره وباسم حيل حيل. اي تعبانين واني لا انا بس تعبان انا احس بالناس. بس انت تشتغل هنا اي المناشد اللي تريده شنو راتب؟ اي والله اللي في حالنا هم هذول الدويه اللي فا ان شباب ملينا ليش انت؟ انا اعتمد شو اسمك؟ ها شو اسمك؟ انا مصطفى. مصطفى اي انت اللي تحتاج هسه شنو؟ ها شغل نشتغل. تحتاج بس وظيفه مثلا اي محترمه اكثر. اي وظيفتك كم محترمه؟ لا بي... عشاف شرف. اي ما بيع بس فضلك شو... راتبه قليل. اي والله راتبه قليل. اي والله 300 متكف. اي ما اروح مشي انا وهذا عياد زين. اي هذا مسؤولكم ليش ما نشوفه؟ المسؤول تعال لنا صديق. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ انت هسه المناشده يمك ايه. الموضوع لو انت حالك من حالك. لا 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 يم الموضوع يمك بس الموضوع. هم يعني هي شهريتها 305 مو قليله. هي هاي البلديه يعني ماشيه بس قليله يعني هي اقمار قليله قد وقتهم يعني رغم الذل اللي الناس قاعد يذلها. لا ما هم معززين مكرمين. معززين مكرمين عندنا المثقف اللي يعرفه زين. بس يعني هسه ابسط شيء يعني هسه مثلا يكنس انت تعرف الناس تجي اللي جاء شافه يكنس ذبل قطف قال له شيله. قال له يلا انت شنو شغلك هنا؟ يقول لك عامل بلديه. اي أيوة والله هذا مع احترامه للمشاهد هو عديم ذوق اصلا ذوقه هابط. هذا المفروض الداخلية المفروض يشيلونه. الداخلية شلون يقدم عليه بالله؟ اي والله المفروض هذول يعني المحتوى الهابط يعرفونه. محتوى الهابط احنا نقدر نقضى عليه. مو زين من الطلاق. مسوي له حظر. بس يعني يشيلون هاي النماذج يعني التعبانة. هسه سولف ليش ما زيدون بس؟ مو هي يعني هاي راتب احنا ما بدنا شيء. اعرف اعرف بس شنو الاسباب؟ مقنعة؟ هي احنا بقى. احنا الشركة اهلية. زين. تمام؟ تابعة لمن؟ امانة بغداد. تابعة لامانة بغداد. خوش حكي؟ احنا هنا 3 شفتات الصبح ومساء وليل يعني تقريبا كل شفت عنده 12 عام يعني 305 هذا راتبهم المستمر. بس هم يعني بيوتهم بعيده. انا سيد حبيبي اكو فقره عند الشركات انه تفعيل الضمان الاجتماعي. هذا باكر عقبه مثل اخوي مصطفى اذا وقفت 7-8 سنوات بهاي الشغله بإمكان انه هذا الضمان الاجتماعي ياخذ تقاعد او ياخذ. طبعا طبعا بس هذا ليش ما تشتغلون على الموضوع؟ هذا الموضوع احنا مو يعني احنا شركه اهليه. الشركه الاهليه تابعه تروح تسوي مظاهره. شلون؟ تروح تسوي عليهم مظاهره. هي شركه اهليه يعني. لا ما بيها مسؤولكم بالعكس انا اعتقد انه الجهات المسؤوله كيف على هذا الموضوع؟ هم يدرون يبقى الموضوع يم الشركات. اي يم الشركات هذا الموضوع يعني مو يمنا احنا مامورين تسوي فلان شغله سوي فلان شغله. فهمت علي؟ اي
يعني مال عقود هذيك تابعه للامانه، احنا قلت لك شركه اهليه، يعني هذا الموضوع كله مو يمنا. احنا هسه لو بدينا راتب بنسوي 500، الله وكيلك، يعني على الكلام اللي قاعد يسمعونه والشغل قاعد يشتغلونه، يعني يجون من 11 للسبعة بالليل. والله تعبان. والحسين والايجار، انا بس بالايجار، لا هذا الذمه بالايجار، والثاني اي تعبانين، وان ليش انا ببالي شيء ما ببالي شيء الله ببالي انا، اليوم باكر اروح ابوت، اليوم باكر اسوء شيء ابوت هاي، ليش ايد احد شيء هيك؟ احد شيء ببالك وبال المسؤولين، انا مليت ولا الشاب عمره 20 سنة لا ألف هالي لا جابون أهلي لا فادوني لا فاد أهلي أني بيش أسف شون فاد أهلي بيش أنا هيدا حجيت شون العشر روح عف وجاي عف وأدي هاي شيء هاي ثلاثة باتية تاتا موية فين هاي عوفن هاي البقى أنا موية هنسة أنا شعاري أنا هاي موية ما تهنسة ملينة والله ملينة أي أنا ليش أم هسه ببالهم اليوم باش أسوء أشي ببالي أو حبود هاي ما يجون لي يشيلوني هاي إجت ببالث ساد حبيب أنا والله مليت أنا هسه بالبيت ما الليل ما أنان شون مليت والحكي مين فيه هسه شل حكي أو شل هسه شل إنه حكينا فادوا شي يسوون لنا يروحون لنا ما يسوون شي هالي حبيبي سعد عيون صوتك. وايضا هي لازم مثل ما منصه تبلغ مش متشكله من قبل وزاره الداخليه بها لجان مختصه قانونيه وغيرها، نتمنى انهم من الجهات المعنيه جهاتنا الحكوميه تابع المواطنين، يعني اذا الرعايه الاجتماعيه اذا موضوع الشركات، يعني هسه شنو ذنبهم ذول خطيه من الصبح لليل يشتغل على 10,000 وما تكفي، وفوق هذا الموضوع انه ما عنده ضمان اجتماعي، يعني اذا لا سامح الله باكر عقبه لا خدم بهاي الشركه بقى يشتغل بها 10 سنوات و12 سنه حقه ما يكون مذموم، ليش؟ لان ماكو ضمان اجتماعي. فنتمنى انه اللجان تكون مختصه عن هذا الموضوع، تطلع تتابع الشركات، تعالوا فعلوا الضمان الاجتماعي حتى نكفل حق ذول الموجودين، هم حالهم حال اي موظف بالدوله، لا والله وجهتهم اكثر من الموظفين بالدوله، ليش؟ لان من الصبح لليل هم وادواتهم وينظفون بالشارع من الصبح لليل، بينما الموظفين قاعدين بالدوائر الحكوميه كل اللي يسوي انه يوقع ويهمش وينظف، اكو غيرها مثلا وراتبه اضعاف راتب هذا اللي موجود هنا. فانا اتمنى مثل ما صارت دعوه وصار صارت قضيه راي عام لاصحاب المحتوى الهابط، هاي الناس الفقراء، الناس اللي وضعيتها الماديه هابطه جدا، لازم تساعدوهم، لازم تسوي لهم حل. بس احنا مو نركض على ناس مثلا ما لها داعي والله بسبب بعض الاشياء اللي تصدر من يمهم من محتواهم من طرحهم، هاي اكو ناس حياتهم وحياتهم اهم من محتواهم وطرحهم، بشر 10,000 دينار يوميته من الصبح لليل ورا عائله ورا ايجار، هذا من واجبنا لازم نسوي له حل، يعني خو ما ندير وجهنا عليه مثلا كجهات مسؤوله كجهات معنيه، ما 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 ترهم القضيه مو شلونك؟ شعر بنات حتى شركه ماكو. اي والله. ايش قد يوم انت كلفين؟ اني؟ لا يوم خير من الله. يا الله. يا الله مقتنع. مقتنع. شلون شغلك؟ انا ايش قدم لي الله 5 10 15 20 امنتوا بالله. خير من الله. امنتوا برب العباد. انا موظف عقود. انت موظف؟ الصناعه. شايل فلسفه ما تدري دوناتي. علي من الموظف فطلع حاسب واحد موظف ايوه هم انت منا روح تمشي بعد لا فعلا لا ما يش من عدماني شلون لازم الموظف اي أيوة والله يعني بطلت عقود ها عندي عقود هسه كل اسبوع اداوم يوم واحد وبدون راتب بدون راتب بالشركة امل من الله ان شاء الله يعني اتمنى هسه 3 سنوات اي 3 سنوات وتروح وترجع اي وبدون راتب اي هاي شلون قبل شو السبب بعد زين 10 بنات ليش وقت تجي هنا شنو شغلك اجي من هنا من الاربعة الوقت بثمانية بتسعة روح للبيت. ايش قد تبيع من ذنب؟ يعني اجيب شد 6,000 اخلص مرات خاسر مرات ابقى شويه مرات هاي. ايش قد تطلع لك من ارباح؟ مو شوى مرات 20 مرات 25 زين 30 خير من الله. مقتنع. اي مرات اقل نحمد الله وشكره. بس ما نحمد الله اللي باقونا. نحمد احنا الله وشكره غير شيء بس هلال اللي باقونا ان شاء الله بذمتهم. الله.
بذمتهم. اي ذولا خلوا حقنا وخلوا هذا بذمتهم. والله باكر اللي حاسبنا عليهم هذا. قال حقكم موجود يمكم شلون ما طلبتوا به؟ ولو كلمه نحكي عليهم ونرجع حقوقنا. شغلك شلون بحد يقول؟ لا الحمد لله احنا الله ميسر علينا. لو على غالو سفله لا والله. حتى الهوى يحصلوني هذه الفلوس. الله نعم من الله احنا. يلا أيوة. احنا شو نريدك؟ حبيبي. انت تقول انا موظف. اي والله. انت مو موظف. انت هسه من هنا تروح تفطر تبيع انا البنات. بس بالاسم. هاي شعر بنات؟ اي شعر بنات. اكو مرات اشوفها من يمها شعر ايه. ولد، شعر ايه. بنات، شعر ولد. ايه. هاي اكو شعر ولد؟ لا لا بس هم مرات مو يقولون شعر بنات كنكته، ايه. يقولون ماكو شعر ولد وياه. اي هالشكل يعني. هالشكل. يلا بالتوفيق. اهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام خلينا نشوف هاي الحلوه شلونك؟ اوه فدوى هالضحكة، شو اسمك؟ زينب. زينب؟ شو تسوين هنا؟ جد. ها؟ جد. تشتغلين؟ شو تشتغلين؟ جد. جدين؟ من وين انت جاي هنا؟ من واحد. وحدك؟ بيتكم وين؟ هناك. هناك قريب؟ ماما بابا وين؟ امي بالبيت مريضة. امك بالبيت مريضة. زين. أبوي يبيع شاي ومي. أبوك يبيع شاي ومي؟ إيه. أنت بالمدرسة لو مبطلة؟ لا مو بالمدرسة. بطلت من المدرسة؟ ليش؟ تهيت بالشغل؟ ليش بطلت؟ هسه تتمنين تداومين المدرسة؟ شو؟ تتمنين تداومين المدرسة؟ ها؟ صديقاتك جاي داومن لو لا؟ لا. هم قاعدة. هسه يجون. هم يشتغلون وياك؟ اي هسه يجون نفس الشغل. وهم بطلات المدرسة. ما نروح. بطلات المدرسة مو؟ ايه. يعني والله العظيم احنا انا دائما ارجع واقول وعيد نفس الحكي انه يحتاج هاي الناس. يعني والله مثل ما اهتمينا لاصحاب المحتوى الهابط يحتاج يعني هسه طفلة شنو ذنبها؟ شوفوها هاي من تكبر يعني شنو مستقبله؟ شنو محتواه؟ ايش راح تكون؟ شنو وضعها؟ ف يا ناسنا يا حكومتنا بما انه انتم عين او على قولتهم غطى عين غطى وعين فراشة المواطن، هذا حال الناس، هذا جاي تشوفه. احنا نتمنى ان احنا ما جاي نقلل من قيمه الحكومه الموجوده الحاليه بقدر ما انه جاي نستعرض لكم ونعرض لكم الحالات اللي موجوده اللي جاي يعاني منها المجتمع العراقي معاناه ما بعدها معاناه في وقت يعني الحكومة والمجتمع العراقي ملتهي بقضية قضية المحتوى الهابط وما شابه ذلك، بينما ناس هنا وضعهم المعيشة هابط، حياتهم واسطة لمرحلة لا تطاق، وإحنا غاضين النظر عليهم وما جاي نعرض قصصهم، ما جاي نوصل قضيتهم ونسويهم رأي عام والعتب على المجتمع مو فقط على الحكومة. هاي المفروض الناس اللي تتابع الناس اللي جاي تشاهد هاي القصص، هاي الناس اللي موجودة، هاي الناس اللي وضعها منتهي، لازم ذول نسويهم رأي قضية رأي عام نوصلها للدولة ونخلي الدولة تأسس وتسوي منظمات عفوا لجان وتسوي منصات في سبيل انه تبلغ على كل واحد هيك وضعه حتى بإمكانها تقدم له المساعدة. هاي الطفلة بهذا العمر هي وعشرات ومئات منها موجودين بالعراق بهذا الوضع المزري، طفلة صلوات على محمد تخبض عيونها خضر، بس ليش هيك وضح؟ والله ننقهر من نشوف. لأن هاي مستقبلها هسه فرضا الله لا يقولها. هاي باكر عقبة تكبر ومجبورة يعني ما حياتها فراغ بفراغ تصور وتنشر للمجتمع وتصدر فيديوهات وتصدر محتوى ويسموها صاحبة المحتوى الهابط، زين هي مثلا إلها ذنب؟ هسه ما يخالف نقول ذنب أهلها. بس اهلها ممكن عندهم اسباب، واسبابهم شنو مثلا؟ ماكو فرص عمل، ماكو دار سكن يقعدون به، ما ماخذين حقوقهم بهذا البلد. فبالتالي من تكبر راح تكون بهذا المحتوى، هم تعالوا شو تسوي؟ هم اسوي منصه تبلغ او تحياتنا، يعني احنا مع منصه تبلغ ومع هاي الحمله. انا يعني من جاي احكي جاي اضرب مثل، اكو ناس اهم، اكو قضايا اهم لازم نهتم لها، وهاي من ضمن القضايا الموجوده. لان هاي مستقبل، فاذا بدايتها هيك مستقبلها شلون راح يكون مجهول. هم باكر عقبه نحاسبها، هم باكر عقبه نلومها، هم المجتمع ما راح يرحمها. ليش؟ وما يعرف قضيتها المجتمع،
بس من يشوفها وتطلع تصدر المشهد بمحتوى راح الناس تمزقها، بس هم ما يعرفون بوضعها، ما يعرفون شلون عايشة، ما يعرفون شلون تربت، ما يعرفون البيئة اللي احتضنتها شنو. عسى ولعل يعني يكون حل هؤلاء الناس، لأن بالتالي ناسنا وشعبنا والما عنده غيرة على شعبه والما عنده غيرة على وطنه، أعتقد أنه هو الهابط بمحتواه بذوقه بغيرته. متواصلين وياكم، خليكم. شلونك حبيبي؟ زين. شو اسمك؟ حسين. حسين، انت ما ردتنا بالبدايه حفاظا على طلبك انه ما راح نطلع شكلك. ايه. بس قصتك شنو؟ امك وابوك متوفين؟ اني امي كنا قاعدين هنا كم سنه؟ يا سنه. من كنا احنا صغار. زين. كنا قاعدين كم سنه؟ بشقه شنو قاعدين بها مسكونه. مسكونه؟ ايه. قاعدين يعني بها ارواح؟ طبعا ترجع فوق الصراحه كانت. اي بس بيها عوائل تلعب بيها. ها ابوي طلع البصره سافر اخذ جنات وراح. ها كنا قبل اني شابس ما كذا بس كذا بس قرط مع ابوي كنا ما اي كذا شاكوا ابوي. ها لبس قرط ماته كبير. ها اخويا نايم، اخويا منا من حاير. ها والي منا وامي منا. ها وابويا منا، لا ابويا كان ما موجود، اختي مريم الصغيره. وانا اخويا سجل بالنص نايم ويانا. صاحبي ابويا راح. ها امي دزتنا على كيس حب بالدجاج شيتات خدنا نبدا ماما الواحد بكيس حب. وانا كنت اخاف انزل الشقه، الشقه ما ينزل ظلمه. جات الشقه قد جد احمد زايد يعني نزلت. قال ماما روح انزل ارخف، روح انزل انا موجود امك. ونزلت؟ نزلت. السور بعيد ما هنا، يقول من انا. ها يعني ابو شعر مت ابو شعر طب السور. شنو اللي صار من نزلت؟ رحت خفت عبال واحد تراي، ارتضيت مي هاي عبال واحد تراي هيجي. رحت طبل السور طبل على معرفين هاي طبل يسار جتاي لقينا بعد اصحاب دجاج. رجعت انه من جدها عطا دايت ما تشتغل عطيات وشو عطا وشو حاسعد بوي عشق فور ما تومي ام طابة امك ماكو؟ اي طابة بيها بالشقة. سعدي نايم واحد يسمي ابن احمر وسعدت سعدت وصلت هاد ومن ترضيت طب الشقة دار خان روم اسوي شاي ابوي ابوي لا اي لا خان روم اسوي شاي ابوي هذا كان بوتين هالشتاء مطفيني الصوبة منه من جينا مطفيها قال خلنا نروح وشاي أبوي راح أخذ الجيتان من الصوبة ما أخذ السوبة حطتها هيك ما تحس بي لا صرت عصوري ما تحس بي من الخرب. راح الطباخ ما ترتاضى القنينة طافية وجدها هاي جدها مس هاي بحاجي مس هاي ما تشتغل عجلها راح ما ترى رابعة خامسة ما تشتغل الساسة كان من فجر طبخ من فجر طبخ من جت لنا عبال عيها لا إله إلا الله من عبال عيها طيع البضة مو طيع البضة ها من أي لما عيرت سمعناه إحنا طيعت وشمر الجيتاني غاد أخويا الثاني سوا هي بعدها نار بيها ما حطفها دب عيها ماي لا ممنوع دبون عيها ماي إمني ممنوع نزل الشقة زمن الشبا مين زمن الشباك ما عشباك بديها الحديد هذا ما عبديها بس لا شماش ما يعني لا صبيحة ماركو من هنا وفوق أتهرب الله يرحمه صبيحة ماركو حواجبها ماركو شعرها ماركو شو ما الله بوجهها وتوفيت على هذا الحادث؟ اسمع الشقة تصل ماي هنا ما طفت نزل بحالة الدرج تنزل ما تقدر تنزل ما تقدر نزل على كيفها نزل طب جاينا جوا زين طفاه بطاطين وزوالي هاي طفاه تاحب قاعد على رخم تاحب زين بقى البس رجلها مشتغله صابع رجلها بقى مشتغلات ما قاعد من رجلها ما شفت انها وين تجي طفيتها مين
كان المخدة بصفي طفيت من المخدة رفعت رجلي زين جدد على أبويا قال وين أبوك ناشام بالبصرة؟ أي أبوك ما موجود زين قبل تحت هاي بعدها ما محتل خبر على أبوي بالديار قال وين قال أنا جاي عجس ما ديارة زين جاي واصل سو لا جدي شو جبيت قال من تيجي جيب أنا جيب أنا زين الست كان موت عيها الله يرحمه الله يرحمه لا لا ما أجبت شو يا واحد أجبت جيرو ويجربوا ربنا ثاني مرة ترجع إيه وتوفت توفى ولد أخذناها تندي جدته ضمرها رحناها ثاني يوم شفناها نعم ها جدته عم يطلعوها بعد هاي طلعوها ها طلعناها نموت جبناها وعلبها أنا جيت يرفعوا يانا جينا مثلا انت تسعد هاي الدرج ما تقدر احنا على هي جبناها على ما تقدر يعني اول الحادث خلاها توفى سبب الحادث توفت ايش ورزقت توفت مين يا جبناها الشقه احنا عدل هي نعم. ملفوفه رفاف وهذا قد بقت ورا الحريق وتوفت اسمع جبناها سعدان ابويا راح حط شغل سياو وراح جاب شبايه وجه خشب نومنا على شبايه خشب قلت له انا مو على شبايه خشب بس بدون روشن زين اي جبنا هذا الاكسجين اي جبناها ثيمه الكافه خوالي برضه وعمامي كلها برضه بطل ما قاعدين لا عندي ممنوع تدخن جوا زين ما يصير اي ما مي هاي ساعدها جوا شلون توفت؟ ما تسمع؟ دامت ما تقدر تقوم من شبايه محتاجه هي هذا واحد يدومها ميدها نعم ها اجى ابوي انتشر على ابوي شو قال ابوي من هنا قال ابوي جاعانا لا عجبت شكله اجي ابوي جابها فيزا وي جابها فيزا ولعت ماتت توفت الله يرحمها بوتانا عشان وابوك توفى همين؟ ابوي لا لا ابوك هسه متوفي ابوي مي ما تقول من راحة صار هواي توفى وراها أبوي مسوى عمي ما قده عنده قده هنا ثلاثة شهرين مسوى عمي قاعد عمي صامي أنت هسه تحتاج شنو؟ أني؟ إيه؟ جنسية ما عندك؟ جنسية ما عندي وبعد؟ جنسية سكن وين قاعد؟ أني؟ إيه؟ أني مولد جماعة عندنا بقى جديدة من سميدة بيضاء يم أصدقائك؟ إيه؟ أشتغل لهم محل مرداقي وباتي مهم بالمحل الله إن شاء الله يسهل عندك مناشدة في تحكيها تسولف وياك لما تريد تناشد يا مركز مركز الرشاد يمكن شفتك مقدم طلب أيوة. تريد منهم جنسية اي والله مو نفوس وبطاقة العفو البطاقة انا رحت المركز قلت لهم عندي بضاعة ضايع من دوزوني المحكمة المحكمة وين شطوني طالني هاي واقع واللي هسه متوقفة وين بمركز الرشاد اي يعني معاملتك بمركز الرشاد لا روحي شو اسمه هذا إيه هذا جبنا محاول هاي ها رعد تهيجيت يعني بطاقة ستة ما أبوه جاك أنت أبوي ميت لا حتى ما عنده بطاقة تاني موجودة بطاقته بطاقته ما موجودة أي أختي وأنا أختي هم توفي أختي لا مزوجة لا بعد شهر لا بنية وأنا مهزوم صار هو من أختي وجنسية عندهم ما تقدر تجيبه وما عنده ان شاء الله واصل صوتك بالتوفيق ان شاء الله حضر شنو هاي الحلوه شو اسمك رقيه في الدول الاسماء الحلوه للبنات الحلوه شلون اخبارك زينه زينه سياسه مو بالمدرسه ليش مو بالمدرسه اكبر مثل اريد ها؟ اروح على المدرسه شلون اكبر اكبر اروح على المدرسه تبغين تروحي على المدرسه انت ليش هيك حلوه عيونك ها ما ادري بابا هيش حلو؟ قال على بابا؟ ما ادري زين شو تلعبين يا لعبه من ترجعين للبيت؟ ها؟ يا لعبه تلعبين والله ما الدكتور زين انا هسه اريد اختم وياك شو نسوي؟ نسوي بوسه هيك؟ ها؟ مشاهدين يلا يلا بقايا يلا يلا بوسه زين خلى بوسه انا تعطيني بوسه؟ ها؟ وقع المي، بعدنا ما بايس شوف، اعطيني بوسه. حبيبتي، انت شو اسمك؟ علي. هاي اختك؟
لا عيشة والله عيشة. أحلى, أحلى منك أختي. ها؟ أحلى منك. إيه. تحبها تحبها؟ إيه. تقل. ثمانية. ثمانية؟ ليش ما تصير عشرة؟ لا لا عمري عشرة. ها عمري ستة. الحمد لله على السلامة. ابنات هوك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلون الزلازل الأشياء اللي هناك الموجودة؟ والله زين زين. ما تأثرت بها بهاي الفترة؟ بلا والله بس مو هواية. يعني قليل؟ يعني مو بالشي ماله هواية بس أنت تدري تركيا واضح شو على هواية. زين. لا يعني قصدي أنتوا ما تأثرتوا هي شيء خفيف يمكن. خفيف إيه خفيف خفيف. خفيف. مو؟ نعم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اللي جاي من السفر. حبيبي. والله تقريبا سبتي وصلنا هنا. ها سياحه جايين لو شغل؟ جايين لزياره. ها زياره مقبوله ان شاء الله. الله يسلمك. متى جيتوا الحديقه الامه؟ والله شايفين مسوين جديد وما شاء الله فجايين شويه نتونس وناخذ ما شايف فيها باي الحياة؟ والله شايفين بس ما شاء الله مسوين جديد قبل ما كنا جايين. ها ايه؟ تعرفون انتم بعد شويه يمكن او يوم الخميس من تجون هنا يوم جمعه اكو عوائل هنا الجو حلو ناقوره ايه شلون هيك عوائل الجو حلو جايين جايين قبل ام جايين بس شو اسمر ما مبين متهوك والله ايش اسوي ضربت الشمس انا ارسلكم سؤال سؤال يقول اصحاب المحتوى الهابط اللي انا شوي عربي مالي مو زين والله عربي بس الاخ يمكن لكن لا لا عاد خلني اقول العفو السؤال ما اسئله ايه امرني سولف الكبده هناك شلون؟ مشافي شنو؟ هاي الاكلات الطيبه التركيه لا لا زين زين روحوا شوف روحوا شوف انا هناك تعجبني الكبده مالتكم ايه خوش هذا زين خوش اي والله خوش هذا زين قوه جابه اي خوش هذا زين ايش ما اقول لك عربي شويه مالي مو زين بس لا لا زين زين بس الدليميه مالتكم هم زين اه اي انا احب الدليميه مالتكم مال العرب عظام الف عافيه كليته لو ما كليته الحمد لله ها اي زين الوضع ببغداد اي بالفتره الحاليه بعد ما شفت انتم اليوم حديقه الامه المتنبهه شفتوه يمكن بالليل رحتوا الشارع المتنبه؟ لا لا ما جاي ما رحين انصحكم هسه بليش الساعه؟ سبعه وربع تروحون تاخذون تاكسي 3000 الشارع المتنبي راح تشوفون اجواء احلى من هاي الاجواء الموجوده اللي هنا جمعه وسبت في الوقت ان شاء الله ان شاء الله متفقين؟ ان شاء الله متفقين تعالوا شباب الله الله خلي اسمعك بالعربي من عربي نازان عربي نازان السلام عليكم متفقين. عليكم السلام شلونك؟ والله زين والله زين احكي لي جمله ام خمس كلمات خمس كلمات بالعربي والله ما ادري عربي والله ما ادري انا هسه بين ثلاث بعد اثنين بعد اثنين يلا شلونك؟ شلونك؟ زين زين صار خمسه اه نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم او عفوا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ومثل ما شفتوا يعني هنا الناس اللي موجوده بحديقه الامه يلا شباب شوفكم على خير مثل ما شفتوا انه الناس اللي موجوده بحديقه الامه اغلب الشباب اللي موجودين هنا صح ناس بعضهم حالتهم الماديه تعبانه وبعضهم انه شلون اقول انه شغله وضعه حياته لربما بنزول بحاجه الى رعايه بحاجه الى لجان بحاجه الى ناس خصوصا انه بالوقت الحالي العراق او المواطن العراقي نوعا ما لمس نوع من الثقه عند الحكومه العراقيه فنتمنى انه تكون الحكومه العراقيه بالوقت الحالي بهذه الدوره الحكومه تلبي طموحات العراقيين بعيدا عن المحتوى الهابط ارجع واقول بعيدا عن المحتوى الهابط والاهتمام بهذه القضيه يحتاج نهتم بناسنا اللي وضعهم المادي تعبان اللي حياتهم الثقافية هابطة بسبب انشغالهم بالحياة ومشاغلها والبحث عن الرزق ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء